الفطر المبارك نوجه تهانية إلى الشعب الجزائري وإلى خاصة عموما وإلى مواطني ولاية شلف خاصة، تهانينا بالعيد إن شاء الله يرجع لنا بكل خير أمان إن شاء الله. قدوم عيد الفطر المبارك نقول للجميع، نقول للشعب الجزائري عيدكم مبارك وكل عام والجزائر بخير، والعائلات الشرفية وأهل شلف كذلك نقول لهم يعني عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك نتمنى عيد سعيد لجميع المسلمين في العالم بهذه المناسبة، ونقدم تهانينا إلى كافة أعضاء الأسرة الإعلامية بولاية شلف متمنيا لهم موفور الصحة والعافية، ومتمنيا الصحة والعافية لكافة أفراد عائلتي. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تهانينا إلى كل سكان ولاية شلف وإلى كل الجزائريين بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، ونحن نعيش هذه المستجدات، نتمنى أن يعيده الله علينا والجزائر تعيش الاستقرار والأمن. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم إلى الشعب الجزائري عموما وسكان ولاية شلف خصوصا بأحر التهاني، راجيا من المولى العلي القدير أن يعيده علينا باليمن والبركات، كما أتمنى أن تجد الجزائر مخرجا آمنا للأزمة التي تمر بها. بمناسبة عيد الفطر المبارك نقدم تهاني إلى كل الشعب الجزائري ونقول لهم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير. نتمنى وغال الجزائريين إن شاء الله عيد سعيد، وإن شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد والعباد. أن نهني الأمة العربية الإسلامية بعيد الفطر المبارك والأمة الجزائرية على الخصوص، ونتمنى أن يكون عيد المبارك الفطر إن شاء الله بالصحة ويستر علينا وعلى المؤمنين كاع وعلى الجميع وعلى الجزائر بأسرها، وتحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري، وإن شاء الله السلم لبلادنا الجزائر بلادنا المشاهد، والسلام عليكم.